الواجهة هذه أو التحفة الفنية المرسومة والمنحوتة على طول الجدار اللي في شارع هذاك. مرة جميل، خصوصا تناسق الألوان، ومسوين فيه تقريبا الرواشين القديمة أو البيوت القديمة كيف كانت وكيف كانت النوافذ حقتها. بس والله طبعا هذا المسجد اللي تشوفوه أمامكم هذا مسجد الجن، صورته لكم في فيديو سابق، راح أحط لكم رابط الفيديو أسفل الفيديو في صندوق الوصف، فبليز اللي ما شاف الفيديو يروح يشوفه ويشوفوا قصة مسجد الجن وشنو اللي حصل في المنطقة هذه بالضبط. قررت اني اطلع الدرج هذا واصور لكم الاطلالة. صراحة يعني انا احب الاطلالات، فليش لا اصور لكم الاطلالة من فوق. طبعا الناحية هذيك خلف الفنادق هذه الظاهر انه في حواري قديمة، في بيوت قديمة. طبعا انا كثير طلبوا مني اصور المنطقة هناك، فان شاء الله في اقرب فرصة راح اسوي لكم فيديو في الحارة هناك. هذه الاطلالة. طبعا هنا الجهة الثانية، اطلالة الجهة الثانية، الجهة اللي بتوصل على الحرم وعلى غزة. الحين نروح نشوف. طبعا مسجد الجن عن قرب، بس والله صورت لكم الاطلالة. الحين راح ارجع انزل وراح نروح جهة الحرم ان شاء الله. الناس والعالم والمعتمرين. الوقت قريب صلاة المغرب، اليوم هو يوم الجمعة. طبعا كذا جيت على الجهة المعروفة بمنطقة الغزة. طبعا هنا كان في أحياء مرة كثيرة وكلها أزيلت، لكن حي النقا وحي الشامية وسوق الليل والمدعى وأحياء كثيرة أزيلت. فسويت لكم فيديو سابق ذكرت لكم الأحياء اللي كانت في الناحية هذه واللي أزيلت، فراح أحط لكم الرابط برضو تحت. اللي ما شاف الفيديو يروح يشوفه ويكتب لي رأيه. طبعا في آخر ساعة من يوم الجمعة يستحب الدعاء، والدعاء يكون مستجاب. طبعا من الأوقات اللي استجاب فيها الدعاء آخر ساعة من يوم الجمعة. كثير طلبات أدعية بتجيني، فأنا لما أروح الحرم دائما بدعي إنه ربي يعطي كل واحد مراده إن شاء الله. يا رب فرج همومكم ويسر لكم أموركم، والله يستجيب يا رب. ما شاء الله تبارك الله، وزعونا الموية البعضة. طبعا الجو لساته مرة حار، ومن أفضل الصدقة سقي الماء، أفضل الصدقات يعني أحسن شيء في الصدقات سقي الماء. طبعا الحين أضاءت الساعة، فراح يأذن لصلاة المغرب. والله لي فترة طويلة عن فيديوهات الحرم، حس اني اشتقت ربي. خصوصا ما صورت الحرم وقت الاذان، يعني حس مرة زمان.
بقوم الصلاة وأنا لسه ماشية بروح أشوف مكان أصلي فيه. فبما إني ماشية فخليني أسمعكم اللي وحشهم صوت الشيخ ماهر المعقلي. حصل مكان هنا في المسعى. كذا انتهينا من صلاة المغرب من المسجد الحرام. الحين راح اروح امي تنتظرني في قدام شوية في منطقة ثانية في جهة ثانية من الحرم. طبعا انا جيت من طريق وهي جات من طريق، فراح اروح اقابلها ان شاء الله. راح نصلي العشاء كمان، فحصور لكم يعني خليكم معي. طيب راح اصور لكم الساحة وانا ماشية، يعني تشوفوا الناس والعالم والمعتمرين ما شاء الله تبارك الله. انا من زمان ما جيت، من زمان ما شفت الزحمة هذه. هنا أبراج الساعة، زمان عن الساعة، طبعا زمان عن الساعة عن قرب يعني، أما من بعيد صورتها لكم مرة كثير. كل ما أروح حارة أدور الساعة أول شيء، فمن قريب ما صورتها من زمان. المهم أكمل لكم من جهة شركة مكة، نفس الشيء ما شاء الله تبارك الله. الله أصور لكم الإطلالة. هم بدور عن أمي، يفترض أنها تكون قريب من المنطقة هذه، فراح أشوف وينها. طبعا ما حصلتها، بروح بشوفها في المنطقة هذه. مهم قررت أني بسوي معها الحركة هذيك حقت التيك توك اللي كذا، سويتها معها قبل مرة، فما أدري إذا تذكر ولا نسيت. وينها يا ربي؟ المهم جبتها أخيرا، كانت رايحة تجيب موية وبس. والله أما
طبعا في الحرم بيوزعوا يوم الخميس والاثنين خصوصا بيوزعوا لهم قهوة والناس صايمة. هذه أمي كذا. خلاص انتهينا من صلاة العشاء، راح احاول انهي الفيديو في المقطع هذا. طبعا لا تنسوا تعملوا الاشتراك، كل اللي لسه مش مشتركين، وبليز ادعموني بلايك واكتبوا لي كومنت اذا حبيت الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.